13 عاما على خط اليونان. في رحلة العودة يحاول كثير من المهاجرين الاختباء في شاحنته، وهو ما يغضب مارسيل. لو تم اكتشافهم عند الحدود فسوف يدخل هو أيضا السجن. حين يقترب مارسيل من الميناء نراهم مئات المهاجرين يحاولون مع كل الشاحنات، عندما تتبطأ سرعة الشاحنة قرب الإشارات المرورية. يحاولون أيضا مع مارسيل. 90% من إجمالي المهاجرين الذين وصلوا أوروبا العام الماضي دخلوا عن طريق اليونان، وما أن يصلوا اليونان حتى يحاولوا غالبيتهم العبور بالقارب إلى إيطاليا، ومن إيطاليا إلى بقية البلدان الأوروبية. معظم المهاجرين يأتون من بلدان فقيرة، وهم مستعدون للمخاطرة من أجل التسلل إلى أوروبا. راس يحاول خفر السواحل السيطرة أي هولندا أيضا، لذلك طلب السفير الهولندي من الحكومة اليونانية أن تتخذ خطوات، لأن أوروبا كلها تعاني من هذه المشكلة. ولكن حتى ذلك الوقت على مارسيل أن يتصرف بنفسه، يضع 3 أقفال ويأمل ألا يتسلل أحد إلى شاحنته.